أخرى، وكما قلت المقابلة فيها كل احتمالات واردة، وإن كان العديد من المتتبعين لا يستصغرون ابدا الفريق السلوي على اعتبار انه يعني يلعب بدون مركب نقص، وفريق كما يقال ليس له ما يخسره على مستوى الامكانات. فالفرصه محاوله مرور وهدف خرافي، يعني يمكن نقول عمر نجدي فتح شوارع المراوغه في الممر الايمن لجمعيه سله، وركن كورتو بشكل صحيح في الزاويه 90 اليمنى، والهستيريا تاعو من المدرجه تاع انصار الراشد. الفاعل نجدي اللي معروف بالاختراق ديالو بالمراوغه ديالو بالسرعه ديالو، فراوغ اكثر من لاعب ومزاميه مغلقه، استطاع انه يسجل على من على كوحه واحد من احسن الحراس. فغادي نشاهدوا مراسه اخرى تمريره جميله ديال النجاري، وهنا غادي ينطلق غيفعل ما يشاء، غيدوخ لاعبين وغيتمرر الكره بكل هدوء ليقنبي المرمى الحارس. هذه رساله مشفره بعث بها نجدي المزير، لانه يمكن نقول وضعوا في اكثر من مقابله اما خارج مفكره او الالتزام به والاحتفاظ به في دكه البدلاء، اليوم كيسجل هدف يرسل اشاره قويه وشديده اللهجه المدرب موزير اللي معليش يجمع كثير من طرف انصار فريق الرجاء. مؤاخذات كثيره على المدرب موزير، بعض اللاعبين في قيمه رشيد سليماني، هناك عوده عبوب واخرون يعني خارج مفكره ديال المدرب موزير. انت فؤاد كمتتبع كمحلل تقني، يعني لاعب بحال يعني رشيد سليماني و